انا كابتن محمد طبوبي، لاعب كروس فيت محترف، مدرب لياقه بدنيه. اليوم راح اشارككم بعض التمارين فيكم تعملوها في رمضان. اكيد التمارين هذه بنسويها بعد الافطار. اول ما بنفطر نفطر على شيء خفيف، نشرب كثير سوائل، نرتاح لنا ساعتين ثلاثه، وبعدين فينا نبلش في التمارين. مده التمارين راح تكون 30 ثانيه لكل تمرين، بينات التمارين 10 ثواني راحه. اول شيء نبلش فيه التسخين، والتسخين يكون بهذا الشكل. نكمل التسخين اللي هو مدة دقيقتين، نرتاح 40 ثانية ونبلش في التمرين. أول تمرين هو سكوات اللي هو بالطريقة هذه. بعد ما نكمل من السكوات اللي عملناها 30 ثانية راح نرتاح 10 ثواني، وبعدين نبلش البايسكل كرانش اللي هو بالطريقة هذه. بعد ما نخلص البايسكل كرانش لمدة 30 ثانية أكيد راح نرتاح كمان 10 ثواني، ونبلش في الضغط العضلي اللي هو بوش ابس. الضغط العضلي راح يكون طريقتين، طريقه للمبتدئين وطريقه للمحترفين، اللي هم بالطريقه هذه. خلص الضغط العضلي لمده 30 ثانيه، بنرتاح مره ثانيه 10 ثواني، ونبلش في الرانين بلانك اللي هو بالطريقه هذه للمحترفين، بالطريقه هذه للمبتدئين. بعد ما نخلص الرانين بلانكس لمده 30 ثانيه اكيد نرتاح مره ثانيه 10 ثواني، وراح نبلش في البربي اللي هي بالطريقه هذه للمحترفين، كمان بالطريقه هذه للمبتدئين. نخلص البربيز لمده 30 ثانيه، بنريح لنا 10 ثواني، وبنبلش في الباك اكستنشن اللي هي بالطريقه هذه. كل التمارين اللي عملناها هذه بدنا نكررها ثلاث مرات، ست تمارين بدنا نكررها ثلاث مرات كل يوم لمده 5 ايام في الاسبوع، نرتاح لنا يومين. وأكد لكم لو ضليتوا على هالجدول أضمن لكم راح تحسنوا شكلكم وراح تخسوا وزنكم. كل عام وانتم بخير.